مفاجأة قوية جدا جدا جدا. نادي برشلونة الأسباني يصدم الجميع وأولهم غريمه التقليدي نادي ريال مدريد الأسباني، ويقرر بقوة الدخول في مفاوضات جادة مع أشرف حكيمي وباريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم النجم المغربي إلى قلعة الكامب نو، إلى كتيبة البلوغرانا نادي برشلونة العملاق العظيم. فما هي التفاصيل؟ وما موقف حكيمي؟ والأهم، موقف ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان؟ والأهم أيضا، هل سيصبح ريال مدريد صامتا؟ أو هل سيكون ريال مدريد صامتا أمام انتقال حكيمي نجمه السابق إلى غريمه التقليدي برشلونة؟ سنتحدث عن كل شيء في حلقة قوية مليئة بالتفاصيل من كبرى الصحف الفرنسية والأسبانية. ولكن عزيزي المتابع الجميل، أتمنى في البدايات الضغط على زر اللايك وكذلك الاشتراك في القناة، هذا فضلا وليس أمرا، وأيضا لا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أولا، صحيفة سبورتس الأسبانية عندما تتحدث عن خبر يجب أن نقف له احتراما وصدقا بنسبة 100%. صحيفة سبورتس الأسبانية أقرب صحف بلاد الأسبان إلى برشلونة، ومن أصدق الصحف الأسبانية في نشر الأخبار. هذه الصحيفة أكدت بأن نادي برشلونة سيقدم عرضا رسميا ضخما لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقدر بأكثر من 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدول المغربية أشرف حكيمي. نادي برشلونة لديه أزمة كبيرة جدا في مركز الظهير الأيمن، ويريد التدعيم بالنجم المغربي أشرف حكيمي. السؤال الأهم هنا، موقف باريس سان جيرمان الفرنسي. أكدت صحيفة لكب الفرنسية اليوم أن باريس سان جيرمان يرفض تماما رحيل نجمه الأول أشرف حكيمي، ولكن وضع تحت كلمة ولكن مليار خط، رغبة حكيمي هي من ستحدد الأمر، ورغبة حكيمي الأولى والأخيرة كما يعلنها دائما الرحيل من باريس سان جيرمان وخوض تجربة وتحدي جديد. في نهاية الأمر، موقف ريال مدريد، هذا اجتهاد مني وليس من مصادر موثوقة. أعتقد بأن ريال مدريد لن يقف صامتا أمام انتقال حكيمي إلى برشلونة. تاني، أعتقد أن ريال مدريد لن يقف صامتا أمام انتقال حكيمي إلى برشلونة. فماذا سيعمل؟ سيقدم عرضا أكبر من عرض برشلونة، وهنا ستكون رغبة حكيمي هي الحاسم الأول والأخير. هل سينتقل إلى برشلونة أم يعود إلى بيته وإلى المكان الذي بدأ فيه وترعرع فيه الملك الكبير ريال مدريد؟ أتمنى في خانة التعليقات تقولون لي، هل تفضل رحيل حكيمي إلى برشلونة أم إلى ريال مدريد؟